قلنا أنه للأسف الشديد أنه العهدة الأولى للرئيس تبون مرت في ظروف استثنائية. سنتين الأولين راحوا مع كورونا والدنيا مخلطة وكذا كذا كذا. ربي يجيب الخير. المشكل انه عامين الاولين سي تبون راحوا مع الكورونا، العامين هذو اللي راهم جايين والاخرين غير هذا. يعني العهده الاولى توخذنا في كورونا، العهده الثانيه بعد سبتمبر راح ينتشر جذر القرده ثاني، سكروا المطارات وسكروا الحدود وكذا كذا، عامين ثلاث سنين راح تكي الزيت. يعني احنا زهرنا في كل عهده نضيعوا عامين راح تكي الزيت. اذا جذري القرده هذا يا الحب اللي راهو طالع القرده هذا راهو انتشر بشكل رهيب في اوروبا، بدا في السويد لقاو ولقاو في بلجيكا وكذا، المروك راهم لقاو ثاني وقال لك واحد 100 حاله في المروك. معناتها من سبتمبر نكونوا العالم توخر بجذري القرده. الله ندره المواد الغذائيه وندره المواد الاستهلاكيه وكذا وكذا، هذه ماهيش لا مفتعله لا والو سي تبون، هذه دارها سير الزيك. ثلاث سنين وحنا نعانيو من الحليب ومن بعد دخلنا في اللوبيا والعدس، وكنا نقول لكم هذه الاجراءات راه غير مقبوله، تاع توقيف الاستيراد وكذا كذا، توقيف الاستيراد تاع الماكله تاع القطوطه والماكله تاع الكلاب اوكي، توقيف الاستيراد لمواد تجميل المكياج والتمسخير هذايا اوكي، توقيف الاستيراد للكماليات هذه اللعب اوكي، لكن توقيف الاستيراد للوبيا والعدس، توقيف الاستيراد للحليب والقهوه والسكر هذا امر غير مقبول، هذه عقوبه نعاقبوا في الشعب. اذا قضيه نظره المواد الغذائيه سي تبون هذه مفتعله من وزير التجاره وليست من اي جهه اخرى، لانه عندها علاقه بالعرض والطلب. افتح السوق وخلي الناس تستورد، الله يسهل عليها، اسعار تقل والوفره تكون. اما التسيير السيء هو اللي خلق لنا نظره ورانا فيها لحد الان للاسف الشديد. اما بالنسبه للكورونا قلنا رانا متفقين وعاذرين، وان شاء الله برك ما يجيناش جذري القرده هذايا يزيدوا واخذنا الراسه تاع جدنا. اوكي في النقطة هذه سي تبون، وانا قلت نتكلم بكل صراحة والتاريخ يشهد، قضية هذه الاستبانة الخارجية ونولوا ماناش اسياد ونولوا ماناش كذا وكذا، هذه ما عندهاش علاقة يا سي تبون، لا علاقة لا علاقة. طبعا احنا نحبوا انه ما يكونش عندنا استبانة خارجية، نحبوا اننا نكونوا مستقلين، نحبوا اننا نكونوا كما يقول لك الناس متحكمين في اقتصادنا، هذه حقيقة، ولكن لا علاقة لهذا بذاك. لماذا؟ لأنه المرحوم هوالي بومدين كي مات خلى ديون للجزائر تقدر ب 18 مليار دولار، 18 مليار دولار ديون خارجية، دول العالم تسامى 18 مليار دولار. يقول قائل 18 مليار دولار حاجة قليلة، لا حاجة كبيرة في ذاك الوقت. لماذا؟ لأنه سعر الدولار سعر البترول كان 3 دولار، سعر البترول في 75 76 كان 3 دولار، وإحنا عندنا 18 مليار دولار ديون، ما يعادل الآن بسعر البترول اللي راهو فايت 80 دولار ما يعادل الآن 500 مليار دولار. تخيل أنه الجزائر ديون في الخارج 500 مليار دولار، جامي صرتنا في وقت بومدين كانت عندنا 500 مليار دولار، اللي هي 18 مليار دولار بسعر البترول في ذاك الوقت 3 دولار للبرميل، 3 دولار للبرميل، عندنا 18 مليار دولار ديون. كي مات بومدين خلى لنا ديون 18 مليار، بدا يخلص فيهم الشادي بشويه، من بعد كزدنا الديون، وبعد كذا كذا كذا، اللي خلص لنا الديون كامل هو بوتفليقه الاعرى، لان الديون جات في وقت الارهاب زادت اكثر وتراكمت. ولكن في فترة حكم بومدي الله يرحمه عندنا 18 مليار دولار أو ما يساوي الآن 500 مليار دولار ديون، ولكن الجزائر كانت تزلزل العالم، الجزائر كانت تخري وتبول العالم، أوروبا كانت تركع، الأمم المتحدة كانت تزلزل، جامعة الدول العربية كانت تركع، إفريقيا كانت مش عارف أنا كيما يقول لك الناس كي الصبع كي الخاتم في صبع بومدي الله يرحمه. إذا قضية المديونية الخارجية لا علاقة لها بالسيادة الوطنية ولا علاقة لها بكلمة الدولة الجزائرية.
الجزائر في السبعينات 18 مليار دولار ما يعادل 500 مليار، ولكن كانت تركع دول العالم، روسيا، امريكا، كارتر كان يجي، كسنجر كان يجي، دول عدم الانحياز كانت الجزائر هي التي تسيرها، بالرغم من انه كان تشاوسيسكو واسمه تاع تشيكوسلوفاكيا جوزيف تيتو، جوزيف تيتو، جمال عبد الناصر، بعد السادات فيما بعد، وفي وقت بومدين كانوا اللي باش لغمهم، ولكن الجزائر كانت تزعزع جامعة الدول العربية، دول عدم الانحياز، افريقيا، الامم المتحدة، الجزائر كانت تركع وعندها ديون، اذا ما عندهاش علاقة بهذه بهذه. النقطة الثانية انه بالفعل احنا ما عندناش ديون خارجية، ولكن عندنا ديون داخلية، مديونية داخلية خطيرة. احنا عندنا 100، عندنا 10 آلاف مليار دينار ديون داخلية، 7 آلاف مليار خلاها ويحيى الله يرحمه، ربي يطول في عمره مسكين بوتفليقة الله يرحمه، مع ويحيى ربي يطلق سراحه، خلوا لنا 7 آلاف مليار دينار خلوها لنا الديون، لأنه كان يطبع في الدراهم، المشينة تطبع، ولكن كان يطبع بتصريح ورخصة من البرلمان، لأنه في سبتمبر 2017 لما جاء ويحيى خلفا للرئيس تبون، لقى الخزينة بالفعل ما فيهاش، راح للمديونية الداخلية، قال احنا ما نروحوش مديونية خارجة، نروحو المديونية الداخلية، تفاهم مع البرلمان، عطاو له رخصة وبدا فتح لامبريمونت، اضرب 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 اضرب. لامبريمونت هذه من المفروض تتوقف في 2022 خمس سنوات، عطاو له رخصة خمس سنوات، لكن للأسف الشديد لحد الآن المطبعة راهي تطبع، الشكارة راهي تخرج بدون رخصة. الأقل ويحيى كان عاطي توريزاسيون أو كان يستفيد من رخصة من البرلمان، برلمان القاشي، الآن بدون رخصة ما زلنا نطبعوا، لحد الآن رانا طابعين 3000 مليار دينار، زيدها لل 7000 عندنا 10000 مليار ديون داخلية، عندنا 10000 مليون 10000 مليار دولار ما يعادل 60 مليار دولار، 10000 مليار دينار جزائري تقريبا ما يعادل 60 مليون دولار ديون داخلية. نعم ما سلفناش من الخارج، لكن مسلفين من الداخل. هذا الكلام هذا وش معناته؟ معناته أنه الدراهم اللي راهم عندنا في السوق مرميين في الشكاير وكذا لا قيمة لهم، ما عندهمش قيمة، لأنه ما عندهمش بالمقابل الأورو ولا بالدولار، ما عندناش دراهم كاينين، معناتها دوكا نزيدو عام عامين ولا نروحو نشرو بدون تعزيز، تدي برويطة تاع دراهم كيما واش صرا في تركيا واحد الوقت، وصرا في يوغوسلافيا، وصرا في دول الاشتراكية اللي كانوا باش تروح تشري بدون تدي شكارة تاع دراهم، أو في اليمن الآن اللي الان يمن تروح تشري كازي تاع بيض، تدي برويطة تاع دراهم تروح تشري. هذا هو للاسف، لانه بوتفليقه الله يرحمه في وقته كان عندنا، ونظن هي احسن فتره وصلت فيها الجزائر، كان عندنا احتياطي الصرف 200 مليار دولار، 200 مليار دولار احتياطي الصرف من 2005 ل 2013، بعد 2013 ولينا ناكلوا من احتياطي الصرف اللي هو 200 مليار دولار، بدينا ناكلوا فيها، وصلنا الى درجه كما قال الرئيس 60 مليار، يعني صرفنا 140 مليار دولار صرفناها في الكماليات، بيستاش وكوكا والماكله تاع الكلاب والماكله تاع البطوطه. نعم سوء التسيير، حكومه سلال وحكومه ويحيى صرفت 140 مليار دولار في تفاهات، وداو هذه الجماعه تاع تحكوت وحداد وكوريناف وكذا، داو منها حقهم اللي راهي تهربت للخارج، قاتلنا في الخزينه، في الخزينه 60 مليار دولار اللي راهي الان وصلت نقولوا 80، تبون زاد لها 20 مليار دولار، لكن للاسف الشديد زاد لها 20 مليار دولار على حساب المواطن، على حساب المواطن. انا اليوم يبعثوا لي ناس صور يقول لك ابن زديره بلاط تاع فريت وشويه سردين وشويه بطيخ، هذا كان غداء طبق الفقراء، وبالفعل بالفعل 2012 2002 2003 2004 فقراء البسطاء ياكلوا، يروح ياكلوا السردين يقول لك الله ما لقينا اللحم، والله ما قدرنا نشرو اللحم يا خويا، روح نشري فيها كيلو سردين ونقلي طبسي بطاطا ونتغدى، فقراء، طبسي تاع السردين وطبسي فريت وشويه بطيخ غداء الفقراء، الان ولا غداء الاغنياء. فقراء ما ياكلوش السردين في الجزائر مساكن، السردين ما ياكلوهش، السردين ولا باش لاغمو. اذا تدهور القدرة الشرائية وتدهور الحياة الاجتماعية للمواطنين بشكل رهيب.
نتحمل المسؤوليه كلنا، بصح ما نقولوش بلا في تحسن، لا ماناش في تحسن، رانا في تقهقر، في تدهور. نتكلموا مثلا على العمله، رفع قيمه الدينار، رفع قيمه الدينار. ولا درت بحث بسيط في 2017 البارح، وانت الفساد وكذا والعصابه والدنيا واخذه وكذا كذا، سعر الدولار كان 106 دينار، الان شحال راهو؟ 137. 2017 كان 106 دينار، الان راهو 137. لا بونك، مش نهضروا السوق السوداء السكوار، نهضروا لا بونك. الاورو كان 115